مكان المخ عندك، مكان المخ عندك. انا اللي خابر ان محمد بن ايش خير قوله فعل، وانا وانت كذلك قال لي احنا شفنا شيء. رد عليه حدث حدث يا جابر، استنى يا جابر استنى شوي بابا فرحان، استنى شوي نظام السبوك تلحق تالي. اللي يعرف بابا فرحان خبر بابا فرحان، اي واحد يجي مسلسلات رمضان مبطي بابا فرحان يهبك هبزه عند الخبر. انا ايش تكون من هالجن والانس؟ نعم 50 ما في مشكله، راح 50 السبق هو يلا. الله اني مهبود من بين كتوفي و50 راحت منه. هذا وقعه فيك، وقع محمد بن جخير. بكره العرب يوم بيسولفون بيقولون السنه ذيك اي سنه؟ السنه اللي هبد فيها بن جخير بن عمره. انت وش بيني وبينك يا مسلم؟ انا اعلمك الصدق. لا انت بتعلمني انا وش بيني وبينك؟ انا بيني وبينك شيء ما بيننا لك العلم طيب. انا وش تبي لكن اعلمك الصدق. الصدق وش الصدق؟ العرب الاول ما يضطرون بس طيب انت شفت السنه اللي ذبح فيها فلان؟ سنه غزو الكويت، سنه غزو أيه؟ بكره العرب بيقولون السنه اللي هبد فيها بن جخير. طيب اسمعني اسمعني، انت شفتها؟ اي بالله شفته. تحلف بالله نشفته. والله اني شفته، اني واقف في المطبخ وشفته. بالله عليك. اي والله. وشلون ضربته؟ هو سوى؟ ضربك وظهر من الباب. انا خابر، لا هو عود علمني وصف لي اياها انا ما شفتها. وفي ضربه قبلها بعد خلاك تحذف عقالك وتحذف دنياك وتقفل. ويحسب انها انا ولا يحسب انه 1 مليار وهو انا اللي ضاربك. بعد. طلع يا اخي هذا بلال اللي طاح قال منه بلال. لا مو هو بلال، بلال متعصب. رجع ما قوى يده يجي اذا الاردني مو بسيط. حجت. جعلها يدنا. محمد انت ايش بالك علي؟ ليه؟ ايش بالك؟ باقي عن كبد. البارحه ترضي علي. واليوم ترضي علي. البارحه بيني وبينك مشكلتك. انا اعلم العرب، اعلم المسلمين وش انت قايل لي. الله يعدي ذا البرنامج على خير وفارق ذا الوجه. ولا عاد اشوفك عقب البرنامج. جدك؟ اتهاقني عقب برنامج بدق عليه. انت اظلم عمرك ان دقيت عليه. تراه بيدق علي بيعزمني في البحرين عندهم مشيات انه يا محمد تعال عندنا مشيات. ماني بعزمك، كان يعزمك جدي اللي في قبره. ليه هديتك؟ ما انا شبيبك. فاق عن كبدي في زيد رصيدك في الرياض. بعد ادور في الرياض الحين. ها؟ احنا في العماريه الله يجزاك خير. كلها. ماكلين من الدوام لين قلنا بس. ومشرفين معي. لا شوف ترى عقله كبير هو شوف. من؟ ايه ثقيل عقلك كبير كبير وجه خير ثقيل ثقيل ما يرد على نفاس العمامه وعنده الارض كلهم خبران هو استقر ها جاكم جاكم عرب جاكم عرب حيهم حيهم عندهم سوالف زين اي والله مو بسوالفك اي والله ما هي بسوالف محمد بن عمرو تعود للديار ايش ذا تعود المرحان اي والله لك صار اي والله خاب ابكي ليته ساكت ليته عند امه عواد يسب نفسه هذا مثل الحطية عرفت الحطية اللي يوم ما حد حصل احد يهجيه قام يهجي نفسه انفصام في الشخصية هذا انت مثل الحطية انا افتخر اذا هجوت نفسي والله انك مثل الحطية والله انا كلي فخر عرفت اذا هجوت نفسي فانا كلي فخر وشلون تجي هذه؟ براجل اذا هجيت نفسي افتخر بالله ايش رايك؟ حاجة ما هي بغريبة لا ما هي بسابقة تبى الصدق ولا تبى نعم صدق على صدق انت عرفت الحطيه لا لا حاضر الكل انت اذا قلت لك حاضر الصدق جبت العيد محمد عرفت الحطيه اي عرفت اللي تفكر وجهه بالماء اي اللي هجع عمره اللي عود على امه وسب امه بيه الله هذا انت مثله مثل الحطيه بس ماني بشاب ان امي ان شاء الله لا لا قمت تهجع نفسك انا سلطتي على محمد بن خير واللي مثله واللي على شاكلته محمد بعيدا عن شاربك مو بحولك مره مره كفو يا ابو كفو يا ابو بعيد من ايش؟ بعيد من شاربك مو بحولك الى الحين يا ابو راشد والله اللي خرب بس الشد ما راح حد يقدر على هالبدع خربت من ايش؟ اخو نوجر هلا وش ما راح بعد انا خفت انا تكفى ليه ما تجر؟ ابغى ذاك اليوم لا ما في الله يصلحك الله يشفيك يا رب الرجال ذا مو صاحي والله اني صادق هذا لازم نعرضه على دكتور هذا قرا عليها مطوع ذاك اليوم ما في فائده لو راح عند الدكتور الدكتور انخبط ابو راشد راح عند مطوع يقرا عليه هو؟ ايه ولي على هذه هو بيسكن ولا اسمع وش تتهاقم فيه يا محمد؟ اسمع الرجال الظاهر فيه عفريت ولا براشد الرجال يوم يقرا عليه مطوع فيه جني ضعروط على شكل ضعروط يوم يقرا عليه مطوع ويهبده بالعصا اخرج ويقوم بحور يطلع قال لا مو بنت اللي فيك يقول له بحور قبل الباب انا رحت مره مع رجال
يقرا لك على مرضان سلطته على الرجال هي سكن ما ادري ايش اللي قرد حظي خلاني اروح انا وياهم وننزل في مطار ابو ظبي. مطار ابو ظبي ما عندها فندق اسمه مون ما ادري ايش اسمه بريمر مون. ايوه الله لا يسقي ذاك المكان بالخير. كان سكون حضرت علينا في جانا رجال الكعبي الله يذكره بالخير ابو خالد ويجينا شايف سنابات الشيخ وياتي ويدخل قال وين انا كنت موجود في ايش اسمه في اللوبي ويدخل قال وين الشيخ شافني انا لابس عند زميله اللي صورت معه قلت نعم قال انا ادور له من سنين طويله وابغى تكفى ودني له وقم انا اكلمه من الريسبشن قال وده لغرفتك وجهك يا جماعه وش يبغي من غرفتي؟ وانتقل في غرفتي انا ما لي بداري من رجال مسكون. ليه ما اصلخ مع الرجال؟ ليه ما اصلخ؟ انا؟ بصلخ وانت ما اصلخ. ما اللي اصلخ؟ روح امسح ابو حصه ابو حصه. يلا. خلني انا عندي شغله بسيطه. على خروف التناوشون عليه كلكم اربعه ريال. روح واحد وخلاص. قومني قومني. المهم طال عمر سعد دخلت الغرفه. بابا وياك يا رجل. سعد دخل علينا ويقرا عليه اجيك ابغيك بحصه ابو حور قبل لا يوم قرا على الرجال في سكان عندي غرفه وانا فوق راسه ويغاثي ما في بطنه كل بيه على البطانيه حقتي اضحك عليه والله العظيم اللي صاد ويغاثي علي ليل طال عمرك معلم هلا الله اضحك لي يا رب شد الرجال امسك الرجال روح دوره المياه جيب الفوطه روح اجيب الفوطه وحالتي حالها واحطها ليه والله العظيم انك ما تتمناه للرفيق. قال والله مو بيسقع علي. شو اسمه؟ بريمير مون. اسمع اسمع. هذه توني كاتبها قبل شوي، ها؟ هذه توني كاتبها قبل شوي. يا ابن جليغ من البارح وقلبي يقول له كلمة دونها وجه الشيمة حدني أبرك زمولة صبري إلى الحزن والحمول واشتالت الحمل كله والزمن هدني الوقت جاب المطمة هو العزم في نزول ولي أنا هط العزوم ظروفي تشدني أنا أدري أن البشر بين الرضا والقبول وأنا كريم العطايا بل عطى مدني عانى الوسم يا رفيقي في رقبة الذلول إن كانها ما ضوت لي فالعشاء غدني وجهتها للكريم اللي يقول ويطول رجل مديح ومديح الناس لها شدني كتبت فيها القصيد اللي يهول العقول لين ما كل ناقد في الشعر عدني اللي يا انتهض حاجبه ينفك كل ام غلول يا حرفي العذب لدروب لو فقدني من يوم ربي جمعني به قبل كم حول ما قد طلبته ولا قد قلت له مدني شيخنا ذخرتها اللي ضاقت علي الحلول ما ودي اجيه لكن الزمن حدني الغامش الباب من دونه ثلاثه قفول وانا حرمني زماني بعد ما كدني دخلت باب التنافس للتنافس عجول وتكالب ودوني العشره ولا لدني يكود حمرا تنوش القاع نوش الخيول سيفا يرد القشر ويضد من ضدني ابو فهد لا تخيب ظني اللي يقول له كلمه دونها وجه الشيم حدني تكفى ترى الزهم تقرع له جميع الطبول ظني بك اكبر من اللي جيته وردني بركت زمله بركت حملي وانا ردد يقول ويطول عسى الزمن يبتسم من بعد ما حدك من هم العشرة؟ ما هم في القرية كلها كلها؟ نعم واللي جيت وردني جيت وردني رجال الله يستر عليك يستر عليك لا رجال يعني راعي مال بس انه انت سويت كانك هلا وسهلا ارحب صوت عليك لين دخ راسي بجيك بجيك خلت تجيني ادورك بعد شيء ما القاك اجيك على ما توصل هناك انا طار مع الدريشه ما دخل انا مع الدريشه انا اروح بسم الله الرحمن الرحيم سويت مثل علي بن محمد يوم في حلقه شاعر المليون الحلقه الاخيره شاعر المليون يوم قال لا الحلقه اللي قبلها يوم يقول رماله سته الحلقه الاخيره السته اللي قبل الاخيره يوم يقول رماله سته ماتوا ونصيفتهم بنفس الحال ودار اكتاف باقيهم وكله انحط راخيه هلا هلا
قال نقوله علي بن محمد هذا عمي. هي احس منك تقول علي بن حمري. لا علي بن حمري خيه. استغربت ان لان بن حمري ترى ما هو بدوي من جده عشان قال لحمد سعيد من هم السته؟ قال رقم في بالي. ها يقول رقم في بالي. قال ايش فيك يا نفسيه؟ اهدى يا هلا يا اهدى عشان مغلق. انا اضحك ابت اهدى بن عمره. ها اهدى من كذا. قال من هم السته؟ قال رقم في بالي. قال انا اللي معك يعني السته اللي بيطلعوا من الحلقه الاخيره. قال والله ما قصدتهم. ويرد الحلقه الاخيره اجاب يوم يقول الله اعلم كنز قارون في السيح ولا حول السيف ولا في غابه اشوف في دين النشامه مسابيح ما ادري بقصد الذكر ولا الكتابه. الله الله اعلم كنز قارون في السيح. السيح اللي هي في الامارات ولا حول السيف في البحرين. يا سلام. ولا في غابه يقصد كامل البطحري غابات اظفار صلاله ما صلاله اشوف في دين النشامه مسابيح ما ادري بقصد الذكر ولا الكتابه. يلا يا سلام. السلام عليكم ابو تركي. شو علومكم يا الربع؟ وش هذا الاشغال اللي عندكم؟ تطبخون انتم ولا ايش بتسوون؟ والله ما ادري. شرب شرب خير. ها قسم قسم. بسم الله. انا لك ولا للذين؟ لبيك. الله يلبيك. انا لك ولا للذين؟ حامري والله اللي تامر عليه حاصل مره. عن نفداك المحزن مليالي القرن فكاك النشب عوما غلق وجهك كل باب.